أهلا بحضراتكم من جديد. أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأوضحت في حساب على تويتر أنه تم تسجيل 5 حالات في تعز و2 في عدن و1 في لحج، وتم تسجيل 3 حالات وفاة، 2 في حضرموت و1 في لحج. كما تم تسجيل نحو 43 حالة شفاء، منها 29 في تعز و10 في حضرموت و4 في لحج. يصبح إجمالي الحالات المؤكدة 6325، منها 1229 وفاة و2794 تعافي.